بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 39. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا قوله: وقد سأله عن وصاله في الصوم، إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربي يقوم مقام الطعام والشراب الحسي. وأنما الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الوصال في الصوم معناه أن يجمع بين الأيام لا يفطر بينها، يصوم أياما عديدة ولا يفطر بينها. وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل نهاية الصيام إلى الليل. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي عجلهم فطرا. وكانوا في أول الإسلام يصومون، يفطرون ما بين المغرب والعشاء فقط، فإذا دخل وقت العشاء صاموا إلى المغرب، يصومون لا يفطرون إلا وقتا قصيرا ما بين المغرب والعشاء فقط. شق ذلك عليهم، فنسخ الله ذلك وأمرهم بالإفطار ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أعطاهم الليل كله يفطرون فيه ويأكلون ويشربون ويعاشرون أزواجهم تخفيفا على الناس رحمة بالأمة. فالذي يواصل يخالف هذا التسهيل وهذا التشريع العظيم، هذا بالنسبة للأمة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله خصائص، فإنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من خصائصه. ولهذا قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني. فهو صلى الله عليه وسلم لا يتأثر بذلك، وإنما يقوى بذلك. أما غيره فإنهم يتأثرون، لو واصلوا يتأثرون ويضعفون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فإنه يقوى بذلك ويتلذذ به. فهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، الوصال من خواصه عليه الصلاة والسلام. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربي يقوم مقام الطعام الشراب الحسي. يقوم أنه يقوى بذلك ويتلذذ به ولا يضعفه، خلاف غيره أنه لا يقوى على ذلك، لا يقوى على الوصال. والناس لهم أعمال وأشغال، حرف يشتغلون، فلا يستطيعون أنه يطول عليهم الصيام. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي. وهذا لا يعلمه إلا الله، هذا الطعام والشراب يطعمني ربي ويسقيني لا يعلمه إلا الله، الله أعلم ما هو. نعم. وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشاركه فيه غيره. نعم. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه. هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يستغني عن الطعام والشراب، وأما غيره فلا يستغنون عنه.
نعم. كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. وكلما كان الشاهد من هذه الأبيات أن الراحلة لا يتعبها السير، يعني يقول الشاعر والشعراء عندهم خيال، يقول أن الراحلة ما يتعبها السير لأنها ترجو الوصول إلى هذا الممدوح، ترجو الوصول إلى هذا الممدوح، فإذا رجت الوصول وذكرت الوصول إلى هذا الممدوح فإنها يهون عليها السير ولا تتأثر به. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تذكر القدوم على الله وما عند الله له فإنه يسهل عليه ترك الطعام والشراب. نعم. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ذكر الله ويحب العبادة ويتقوى بها ولا يؤثر عليه التعب. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام، وكان يقرأ بالسور الطويلة في ركعة واحدة، ويركع ركوعا طويلا ويسجد سجودا طويلا، ما يطيق أحد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يطيق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو له خاصية بذلك، وهذا لا يؤثر عليه وإنما يقويه وينشطه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. نعم. وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدم نعم. المؤمن لا يتلذذ إلا بالعبادة وبطاعة الله عز وجل وذكره، تلاوة القرآن والصيام والتهجد، فهو يتلذذ بهذا ويستريح به. وأما الفاسق فإنه يتلذذ بالشهوات والكسل والنوم، وهذا حرمان، هذا حرمان له، فإنه يتمتع متاعا عاجلا ويفقد المتاع الدائم. أما المؤمن قوي الإيمان فهو على العكس، يتلذذ بالطاعات والقربات، يرتاح فيها ويطمئن فيها، لأنه يرجو ثوابها ويرجو عاقبتها فتهون عليه المتاعب لقوة إيمانه بما عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يمده ويعينه على ما يقوم به من العبادات. نعم. فلا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، فعدمه آلم شيء له وأشد عذابا عليه، وإنما تغيب الروح. المؤمن يتألم إذا لم يتمكن من الطاعات، إذا فاتته العبادة إما لنوم وإما لمرض وإما لمانع يتألم لفقدها، لأنها لذته وراحته وطمأنينته، فهو يتألم إذا فقدها لمانع أو عارض عرض له. نعم. وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره من الملذات، إذا اشتغلت بالملذات والشهوات والغفلات فقدت هذه النعمة وهذه الراحة. بل إن أهل الكسل والعصاة تثقل عليهم الطاعات، المؤمن تخف عليه الطاعات وتسهل عليه ويتلذذ بها، وأما ضعيف الإيمان أو المنافق فإنه تشق عليه الطاعات مشقة عظيمة. ولهذا قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة، أي الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون يتلذذون بها، يستريحون بها، مهما طالت فهم في لذة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح في الصلاة ويقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وأما أهل الكسل وأهل ضعف الإيمان أو المنافق فهذا أشق شيء عليه الصلاة، أثقل ما عليه الصلاة والعياذ بالله، لأنه ما يجد لها لذة ولا يجد فيها راحة، وإذا دخل فيها فهو كالطائر في القفص يريد الخروج منها، وقد يسابق الإمام ولا يصبر، لأنه ما يجد فيها لذة وثقيلة عليه. فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذا هو السر في كون هؤلاء يتكاسلون عن الصلاة ويتثاقلون عنها، لأنهم لا يجدون فيها راحتهم ولذتهم، وإنما يجدون هذا في شهواتهم. نعم. وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير. نعم. فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وانفعه لها. وهذه منزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته حتى إذا صح. يعني السكر ما هو خاص بالخمر، قد يسكر الإنسان في الدنيا، تسكره بملذاتها وبطمعها وبشهواتها، فهو سكران بمعنى أنه مشغول البال والفكر، ما يستحضر ما أمامه وما هو قادم عليه، يغفل عنه، مثل السكران اللي ما يدري أين هو. نعم. حتى إذا سكر سكران، سكر الخمر وسكر الغفلة، سكر الغفلة. نعم. وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته حتى إذا صح وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من غقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن ما ينفع، صار بصره قوي وشاف ما هو قادم عليه، ولكن لا يتمكن من أنه يستدرك وأنه يستعد، فات عليه هذا. أما في الدنيا فبصره عليه غطاء ونايم وغافل ما يدري، إنما يتنبه عند الموت، يتنبه عند الموت ويزول عنه الغطاء في وقت لا ينفعه ذلك. نعم. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بلا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، فإن الموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته، هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الغواصي. فمن لم يصبر على ألم الطاعة وتعب الطاعة في هذه الدنيا فإنه سيتألم لفواتها عند الموت، ولا يكفي أنه يتألم للفوات، بل يحل عليه العذاب، فاته الثواب وحل به العقاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثالثة أنه لا يمكنه أنه يستدرك وأنه يتراجع، خلاف المؤمن فهو وإن تعب في هذه الدنيا قليلا
فإنه يستريح دائما ويستريح طويلا. نعم. فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا. نعم. فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، كيف يكون حالك؟ هذا مثال يقول له أنه في شيء تحبه حبة شديدة ثم نزع منك، ماذا يكون تألمك لفقده وذهابه، مع أنه شيء يمكن أن يعوض عنه في هذه الدنيا، لكن ما يفوتك من الآخرة أشد من هذا ولا يمكن أنه يعوض. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا ستعود عليهم حالتهم التي هي حالة الغفلة والحرمان والكسل، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يكون منهم. نعم. الله. هذا ومنه كل عوض، فكيف بمن لا عوض عنه؟ نعم. كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. نعم. وفي أثر إلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. اطلبني يعني اطلبني بالعبادة والذكر، فإذا قمت بهذا وجدت الله سبحانه وتعالى معك وتولاك بإعانته وتوفيقه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما إذا أعرضت عن الله أعرض الله عنك وفقدت كل شيء، إذا أعرض الله عنك لم يبقى معك شيء. نعم. فصل. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، وما لا تصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوها، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق. نعم. وقد تذكر المحبة باسمه المطلق كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله ومن المحبة محبة الله عز وجل هي أعظم أنواع العبادة، ولكن المحبة محبة الله لها علامات. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله صادقا فإنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من يدعي محبة الله وهو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. لما قال اليهود نحن نحب الله امتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو علامة الصدق، اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي محبة الله ولا يتبع رسوله فهو كذاب. فهذه علامة فارقة بين من يحب الله ومن لا يحب الله عز وجل، ولهذا قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله إن تولوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كافرون، والله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
لماذا يجاهدون في سبيل الله؟ لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى والله يحبهم، فهم يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته وليعبد وحده سبحانه وتترك عبادة ما سواه، فهم يجاهد. هذه علامة أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم، أنهم يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. أما الذي يخاف من الناس ويخاف من اللوم فهذا تكون محبته لله ناقصة أو ليس فيه محبة أصلا. أما الذي لا يخشى في الله لومة لائم فهذا هو الذي يحب الله حقيقة ويحبه الله عز وجل. فهذه علامة أيضا من علامات محبة الله، أن الإنسان لا تأخذه في الله لومة لائم ولا ينظر إلى الناس هل مدحوه أو ذموه، ولا ينظر إلى أذاهم، وإنما ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا وعد من الله أن الله لا يضيع دينه بل يهيئ له من يقوم به، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه لما قاتلوا أهل الردة: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فأبو بكر الصديق هو الذي جاهد المرتدين، وجاهد معه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضوا على فتنتهم وأراحوا المسلمين من شرهم. هذه علامة صدق المحبة لله عز وجل. نعم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الذي يحب الله ويحب معه غيره هذه محبة المشركين، هذا من الشرك في العبادة، لأن العبادة هي أعظم أنواع المحبة. فإذا أحب مع الله غيره هذا شرك أكبر، ولذلك المشركون يحبون الأصنام، لو لم يحبوها ما عبدوها، لو لم يحبوها لم يستميتوا دونها ويقاتلوا دونها، هم يحبونها والعياذ بالله حبا عظيما، ولذلك استماتوا في سبيلها وشاركوها مع الله في المحبة، يحبون الله ويحبون الأصنام. فهذا هو الشرك الأكبر. محبة العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل لا يشاركه فيها غيره، كما أنه لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يصلى ولا يصام لغير الله، كذلك لا يحب إلا الله محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية، محبة الأولاد والأموال والأزواج، هذه محبة طبيعية ما هي محبة عبادة، ما يلام عليها الإنسان. أما محبة العبادة فهذه هي التي لا تجوز إلا لله عز وجل. نعم. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يسوونهم بالله في المحبة، وهذا هو الشرك الأكبر مخرج من الملة. بنو إسرائيل لما صنع لهم السامري العجل أشربوا في قلوبهم هذا العجل، بمعنى أنهم أحبوه والعياذ بالله وفتنوا به، فصاروا لا يصبرون عنه وعبدوه من دون الله وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى، نسي، راح إلى ربه وهو موجود هنا، هذا كلامهم والعياذ بالله. نعم. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه المحبة هي أصل الله. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب. نعم. كذلك بعد محبة الله يحب من يحبهم الله من أوليائه الرسل وأنبيائه وأوليائه، يحب من يحبهم الله
تكون محبتهم تابعة لمحبة الله، ويبغض من يبغضهم الله. وهذا هو الولاء والبراء، هذا هو الولاء والبراء. الولاء أن توالي المؤمنين وأن تحبهم وتناصرهم تكون معهم، والبراء أن تتبرى من المشركين وتبغضهم تعاديهم ولا تناصرهم ولا تمدحهم، إنهم أعداء الله عز وجل. نعم. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. نعم. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. هذه المحبة محبة العبادة، إذا أخلصوها لله فإنهم لا يدخلون النار بل يدخلون الجنة، وإن دخلوا النار بمعاصيهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها إلى الجنة، وهم عصاة الموحدين. فالموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، لأنه يحب الله عز وجل. أما الكافر والمشرك الذي يشرك مع الله في المحبة فهذا مأواه النار، وليس له نصيب من الجنة. نعم. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما، وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والقرآن جاء في شأن النوعين. نعم. أصل العبادة المحبة، لولا أن المؤمن يحب الله ما عبده، ولولا أن المشركين يحبون الأصنام ما عبدوها، فهم ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها، أو كانوا يبغضونها لنفروا منها وأبعدوا. أما المؤمن فإنه لا يحب إلا الله عز وجل، محبة العبادة والذل والخضوع له. نعم. وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له، والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. محبة العبادة هي التي يكون معها ذل للمحبوب، خضوع للمحبوب، هذه محبة العباد. أما المحبة التي ليس معها ذل ولا خضوع هذه طبيعية، مثل ما يحب الإنسان زوجته ولا يخضع لها ولا يذل لها، لكن يحبها حبا طبيعيا، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المحبة هي اللي تربط بين الزوجين، فهي محبة طبيعية ليس معها ذل وخضوع، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، مع ذل عابده، هما قطبان. نعم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن الرسول هو الذي دلنا على الله، وهو الذي علمنا، وهو الذي بين لنا، وهو الذي أنقذنا الله به، أنقذنا الله به من الضلالة ومن الكفر، فلذلك نحبه محبة شديدة بعد محبة الله، ولا نقدم على محبة الرسول محبة أحد من الأقارب أو أي شيء، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعلامة محبة الرسول طاعته واتباعه. أما من يزعم أنه يحب الرسول ولكنه لا يتبعه ولا يطيعه فهذا كذاب. ومن ذلك من يدعون أنهم يحبون الرسول ويتركون سنته ويعبدون الله بالبدع والمحدثات، يتركون السنة ويعملون بالبدع ويدعون أنهم يحبون الرسول، هذا كذب. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
نعم. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي بعثك بالحق لا أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم، يحب الرسول أحب من نفسه إليه، لأن الرسول هو الذي هداه الله به ودله به على الخير والسعادة وأنقذه من الظلمات إلى النور، فهو الذي فيحبه أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، لكن هذا بعد محبة الله عز وجل. نعم. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب تقديمه على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا كله في محبة الرسول، أن يكون أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين، فكيف بمحبة الله عز وجل؟ هي أشد. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة اتباع، وأما محبة الله فهي محبة عبادة، محبة عبادة، لأنه هو المنعم، وهو الذي أرسل إليك هذا الرسول، وهو الذي أنعم عليك. كل النعم من الله جل وعلا، ما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم النعم بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو منة من الله ونعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فمحبة الله هي الأصل والأساس، محبة الرسول تابعة لمحبة الله، محبة المؤمنين تابعة لمحبة الله عز وجل. نعم. فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى، ووجوب تقديمه على محبة ما سواه؟ نعم. ومحبة رب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها. نعم. أحسن الله إليك. ومحبة رب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله صلى الله عليه، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآية لو كان، لكن الواو هذه من كلام المؤلف. نعم، هو ما أجابه على أنها آية، أجابه على أنها من كلامه هو. نعم صلى الله عليه. والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. فصل. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.